جماعه كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلياتكم بخير. هلا اليوم انا قصدكم لكم بخدمه يا جماعه، اذا انتم عم تقدروا تحضروا ناس عم يعملوا بثوث مباشره عن الشيء اللي عم يصير بفلسطين، يا ريت تقدروا تعملوا لي تاج وتبعتوا لي حتى اقدر انا ابعث لهم واطلع معهم لايف لحتى نقدر نكبر هي الحمله، نساعد اخواتنا بفلسطين لحتى يقدر كل العالم يشوفوا الشيء اللي عم يصير بالاقصى. فلو سمحتوا اي حدا عم يطلع لايف يبعث لي لحتى اطلع معه، او اذا انتم بتعرفوا ناس عم تطلع لايف تعملوا لي تاج عليها لحتى اقدر انا ابعث لهم. وبس مشكورين، هاي الفتره ما حنزل اي ستوريات، اغلب الستوريات رح تكون هي عن الاقصى دعما للقضيه الفلسطينيه، وان شاء الله تكونوا كلياتكم. مساء الخير يا جماعه، كيفكم؟ اول شيء كنت حابه احكي معكم بموضوع السوشيال ميديا وكيف هلا عم يصير في استغلال للقضيه الفلسطينيه من قبل ناس لحتى يقووا مشاهداتهم، وطبعا عم يقووها بطريقه جدا بشعه، واللي هو انهم يمشوا عكس التيار، ومنهم كثير عرب واللي هنن بيحكوا شغلات عكس الواقع او بينوموا بطريقه انه بيستخفوا بالموضوع. فهدول بالتالي وقت اللي بيمشوا بعكس التيار نحن بنقول بالسوشيال ميديا بيصير الجدل. اثارته للجدل بتجيب له مشاهدات وبتجيب له كميه كبيره من الناس، مو لتمدح فيه وانما لتفوت تنتقده، بس بالنهايه هو وصل للشيء اللي بده اياه. فانا بتمنى من الكل انه ما يعبروا هيك اشخاص يعني ولا كانهم موجودين نهائيا، وانما نحن نتجه للشيء اللي نحن بدنا نتجه له واللي هي القضيه الفلسطينيه، الشيء اللي عم يصير حاليا بغزه بفلسطين كامله. نحاول يا جماعة كيفكن؟ كنت حابة هلأ أوجه رسالة للناس اللي عم تبعتلي ستوريات نارين أو ستوريات نور عم تسألني شو رأيي بالمشكلة. يا جماعة أنا ما بحب أتدخل بهذا المواضيع بهي المواضيع، وأنا بشكل عام بعيدة عن عالم اليوتيوبر ما بتدخل بهي القصص ابدا، بس اللي حابه اقول لكم اياه لكم انتم انه انتم ما توقفوا طرف ثالث، يعني ما توقفوا انتم بالمشكله وتنقسموا للجيوش وتعملوا مشاكل بزياده، بالعكس انتم ما بتعرفوا شو صاير بيناتهم فعلا، وما بتعرفوا مين هي نارين فعلا ولا مين هي نور فعلا، لانه هن عم يرجوكم بكل بساطه الشيء اللي هن بدهم يرجوكم اياه، يعني ما عم يرجوكم شخصيتهم الفعليه، لانه هذا عالم اليوتيوب بشكل عام هو مجرد تصوير لحلقه معينه او لموضوع معين، فانتم ما بتعرفوهم شخصيا فما بصير تكبروا المشكله على طول. وكمان كنت حابه اقول لكم انه عالم الجيمينج للبنات ما له شيء جديد باليوتيوب بالوطن العربي، يعني انا لي سنتين تقريبا باليوتيوب قطع البث، وكمان كان بدي اقول لكم انه انا لي سنتين باليوتيوب والحمد لله عندي تقريبا 5 مليون اخت واخو، عائلتنا كثير كبيره ومعروفه، وكمان ديدا عندها تقريبا 1.5 مليون، وكمان خطافيه عندها 1.3 مليون، وكمان امسي هي صح مختصة بلعبة واحدة بس كمان بنت عم تلعب لعبة معينة، فنحن تقريبا 4 يوتيوبر بيلعبوا جيمينج على الوطن العربي، فهذا الشيء يعني بعتقد ما له جديد لليوتيوب العربي ابدا، فما في داعي انتم تكبروا هاي المشكلة.